فهد يقول سؤال مهم حقيقة، يقول ما حكم تصيد أخطاء العلماء والرد عليها أمام العامة والتأول فيها، ما هو المنهج النبوي في ذلك؟ العلماء بشر كسائر البشر، يعتريهم ما يعتمش من أخطاء وصواب وزلل، والتكلم في العلماء لا شك أن هذا مما لا يجوز يتكلم المسلم في مسلم مثله، فكيف إذا كان وليا لله عز وجل يحمل راية تعليم الناس الخير ودعوتهم إلى طاعة الله عز وجل. فكلما كان عبده أقرب إلى الله عز وجل وأطوع لله عز وجل كلما كانت حرمته أعظم. ومع هذا نقول أن أخطاء العلماء أو حال العلماء ينقسم إلى قسمين، أما من كانت أصوله أصول أهل السنة وطريقته طريقة أهل السنة وأخطأ في مسائل، فإنه يبين ذلك الخطأ الذي أخطأ فيه دون التعرض لذاته ودون القدح فيه ودون لمزه ولا وصفه بالخبث وما شابه ذلك، وإنما يقال أخطأ في هذه المسألة. أما إذا كان ذلك العالم ممن أصوله فاسدة وعلى أصول أهل البدع والضلال، فإنه يبين خطأه وضلاله ويحذر منه حتى يحذره الناس ويجتنبوه، ولا يلمع ولا يظهر اسمه حتى لا يغتر به الناس. فالكلام في العلماء الصادقين أو العلماء الذين هم علماء أهل السنة الجماعة والقدح فيهم ولمزهم لا شك أنها طريقة أهل البدع وطريقة أهل الضلال، ولا شك أن من ضعف إيمانه هو الذي يقدح في العلماء. والعلماء على منزلة عظيمة عند الله عز وجل، فهم ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، والغيبة لا تجوز لكل مسلم فكيف بأهل العلم. فإذا كان العالم قد أخطأ أو زل في مسألة فإن الواجب أن تنبه أو ينبه على هذا الخطأ والزلل دون أن يتعرض لذاته أو سبه أو شتمه أو القدح فيه أو ما شابه ذلك. أحسن الله إليكم.